باش انا نحج ما كنتي واحد اخرى في غرفه وحده هادي امبوسيبل. تخيلي كاس واحد يعاود خطره واثنين وثلاثه. الدم هو الناقل الاول والاخير للامراض. تخيلي كميه الميكروبات اللي حيبقى فيك ولا من هبه ودب يد الحجامه. لا لا السنه عمره ولا كانت طريقه ماشي مليحه. تعتبر الحجامة من أكثر أنواع الطب البديل إقبالاً وممارسة في السنوات الأخيرة، سنة نبوية شريفة أخذت مكانها بقوة في المعاهد الدولية لفوائدها العلاجية، لتصبح الوجهة الأولى للكثيرين الذين لمسوا فوائدها الصحية. الحجامة هي السنة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من الطب النبوي وفيها بزاف فوائد. فوائد عدة، تنشيط الدورة الدموية، تحفيز الجهاز المناعي. هذه خطرة الأولى كنت حاب ندير، شحال من خطرة نحب نجي ونتردد بزاف، كنت خايفها مانيش عارف بالك توجع بالك ما باليش أنا. بعد استقصيت وهنايا مقيم بزاف حاجة مليحة ودرتها والحمد لله. سنة النبي عليه الصلاة والسلام كي تنحيت تحس بواحد الراحة منها الخفة، كي أنا نوض صباح ربي نحس روحي شغل نمشي فوق لهوا. ندير باريكزوم درتها اليوم غدوة إن شاء الله النوض تحس روحك كبير. رغم أنها ساهمت في علاج العديد من الأمراض والتخفيف من الآلام، إلا أنها حسب الكثيرين ارتبطت بالرقية الشرعية. فهل صحيح أنه تم احتكارها في الجزائر في علاج العين واستخراج السحر؟ يرجعوا يقولوا عليها شعوالة، دوك اللي يشوفوه يمارس حجامة يقولوا هذا مشعوذ. للأسف في الجزائر حصروها غير في الكوتي في المجال الروحي، وبار كونتر هي العكس، هي دارت نتائج مبهرة في المجال الطبي العلاجي. ولمعرفة طرق وحقيقة الحجامة كانت وجهتنا العديد من العيادات المتخصصة في التداوي بالحجامة في الجزائر، أين أجمع كل من التقيناهم على أن الحجامة طريقة طبية تجرى على أسس طبية وبأدوات معقمة. خرجوا معالجين بأساليب جديدة وبينوا الحجامة تاع الصح، الحجامة اللي ما توجعش، الحجامة اللي ما تخليش آثار جانبية، الحجامة اللي تكون بأدوات معقمة. فالحمد لله هذا الشيء اللي خلاها تنتشر أكثر وأكثر. إنما بكري كانت تمارس طريقات وبأساليب تخوف، مروعة مرعبة، كانت كابوس ولا فيلم رعب بالنسبة لكثير من الناس. وهي صحيح يعني كانت الكيسة نفس الكاس، تخيلي كاس واحد يعاود خطرة واثنين وثلاثة، تخيلي كمية الميكروبات اللي حيبقى فيه، تخيلي كمية الآثار الجانبية اللي حتكون على المريض. ايه ويقول لك لا غير براتني نحات الاسطر، ولكن ما هي الآثار الجانبية اللي خلاتها فيك؟ كثيرة، أكيد كثيرة. هي عملية جراحية بسيطة تجرى على مستوى الطبقة السطحية للجلد على عمق يتراوح بين 0.5 إلى 1 ميلي متر. شروط صحيحة للحجامة، أول حاجة لازم المكان تكون نظافة، وأولا ثم المكان نجهزوه للمريض اللي هو جاي. ثانيا قبل ما نديروا الحجامة لازم تشخيص نشخص الإنسان هذا أولا إذا يقدر يدير الحجامة ولا لا. لازم نضمنوا النظافة بالدرجة الأولى، الوقاية، باسكو علاش الدم هو الناقل الأول والأخير للأمراض. غير أنها ومع الأسف في الآونة الأخيرة أصبحت مهنة من لا مهنة له، وأصبح الدخلاء عليها يمارسونها بأخطاء كثيرة وعديدة دون مراعاة صحة المريض. الشريط الخاطئ هو كي يكون غامق، هو دي خاطئ في الحجامة. الحجامة هي الأصل تاعها هي وخز فقط، هي تنبيهات برك بالبستوري، هي الأحسن استعمال البستوري. باسكو كاين الناس تستعمل ليلام لي جينات هذوك تاع الحفافه عادي، مي هي بالبستوري يكون وخز فقط خفيف جدا. هنا الخطا يكون في اللي يدير حجام في حد ذاته، يكون غير مؤهل، ماهوش قاري، ما يعرفش البنيه التشريحيه للكورون تاع العبد هذا، ما يعرفش وقت نشلط في الطول وقت نشلطو في العرض، ما يعرفش كيف يعقم الجرح قبل العملية أو بعد العملية. المشكلة هو أنه ولا من هبة ودب يدير الحجامة، ولو يديروها تسمى الخاطئة تانية الكبيرة ويولي المحتاج اللي يجي يحجم تسمى يروح يشوف قاراج يشوف عفايس اللي ماشي بلاصتها اللي يدير فيها حجامة. هذه هي،
وبزاف التجؤوا ليها كتجاره، وكي تولي تجاره راح يولوا بزاف يوقعوا بزاف اخطاء. مثلا كاين بزاف اللي يستدفوا كيما نقولوا ربع 10 على ضربه ويديروا لهم كاع، وانتم راح يوقع الخطا. خلال تحقيقنا شاءت الصدفة أن نلتقي بالشاب سمير الذي كان ضحية أحد الحجامين في جلسة حجامة جماعية. بكرة كانت عندي عرقلات وعيت نداوي ما صرا والو بداية. بعدها واحد صاحبي قال لي بدي علاش ما نروحوش نمشيو نديرو الحجامة بداية، عند واحد نعرفو بدا يخدم مليح منو يخدم مليح بداية. هيا قلت له خلاص. بعد كان حنا لقيتهم شغل يدير جماعه هكا ثلاثه اربعه كاع يديروا على ضربه. انا توسوست تما تكسيت وقلت له يدي كيفاش هنايا، قال لي نورمال ما تخافش، قال لي ما كاين والو، قال لي تما شغل نقيه ماشي ما كان حتى مشكل. هاي خلاص. بعد رحت عندو درت واحد طروه فوا هكا. من بعدك بديت نحس بالفشله هكذايا ما نقدرش نوض، رحت سمانه وانا هكذا، رحت درت لي زاناليز كذايا من هذيك خرجت لي ليباتيت سي شايف. من بعد شغل ما فهمت منين جا هنايا، من بعد بديت نسقسي قال منين جات هذا هكذا، قالوا لي يقدر يجيك من الدم ولا كاش حبسه هكذا. بعد فكرت بليك هذاك الحجامه مش ندرها قايتك ما كان غاشي كذايا. باريفيكاسيون التشليح هذاك يقدر يدخل الميكروب نتاع الفيروس نتاع السيدا نتاع ليباتيت بي نتاع ليباتيت سي ومرض واحد اخرين مازال اونكور ما طلعناش كاع، فهمتي؟ دونك لو مالاد لي بارتي راسوري مي ما على بالوش. ومن بعد كي يشد ليباتيت ولا يشد هذيك التهاب كبدي ولا يدير السيدا ولا يجي عندنا اون في اون انكيت بان لقاو بلي هو تعرض للحجامه. الناس شفت مثلا شفت واحد يدير حجامه يعني نفس ليبونج هذيك اللي مسح بها هذا يجي يمسح بها هذا، يعني هادو اخطاء يعني ما نقدروش نستعملوها سورتو الوقت وين رانا وين كاين بزاف امراض بزاف عدوى بزاف لي مالادي فيرال لي كونتاجيون. الدم هو الناقل الاول والاخير في الامراض. هو سورتو الدم هو كلش. صافي الانسان كيستعمل كيكون جماعي يقدر يغلط ويقدر يرفد موس تاع هذا مع هذا ويخلطوا، امبوسيبل تخدمي بهذه الطريقه، مستحيل مستحيل. الضحيه لا يزال يعاني ايضا من حروق تغطي مختلف انحاء جسده نتيجه عدم خبره الحجام. وكان لي سيكاتريس تحبين نوري لك كان من الدوك مازالهم عندهم عندي شحال من درت هذوك الدوك مازالهم. مثلا من الاخطاء اللي قادر تصرى اللي هو التهابات في الجلد، التهابات في الجرح، دير لك ندبات ما تروحش تبقى هكاك بيضاء هكا على السنين وهي مازالها، تنقص لك المناعه، دير لك لانيمي مع الوقت، فيها بزاف المشاكل اللي قادرين يصراو من جراء الممارسات الخاطئه للحجامه. الناس دير الحجامه ليست مؤهله، شخص مش مؤهل للحجامه اكيد راح يقع في خطا، ان لم يقع فيه اليوم راح يقع فيه غدوه ان شاء الله. أردنا ولوج أماكن العلاج بالحجامة دون الكشف عن صفتنا الإعلامية لنتفاجأ بهذه المظاهر الغير صحية التي تنذر بالخطر. عندك ليغون كل واحد نحو لو نورمال مع ليغون ديالو يعطيك الصحه. تلعب شي في الامور ايماجين واحد عنده ليك واحد سي ولا خاف ولا واحد عنده ما تلعب. انا ثاني بيرت فامي انا جيت سمي فورماتور خونا امراض معديه تما المرض يتنقل بالدم عبر الدم بسهوله كما نقولوا ليباتيت بزاف عفايس امراض تما. اذا كنا نديرو فت شريط ومن بعد نصوتيو لواحد حتى ولو كما نقولوا كل واحد عنده اللام ديالو ولا بيستوري تاعو يقدر ندي كيما نقولوا فليغو نقدر ندي قطره دم من السقالنا تما. على لازم كل واحد عنده حجام تاعو واحد. الحاجه الاولى واش يهم السطره. انا وحده ما نقبلش يعني ندير حجامه وحده حتى وحده بالقدام، يعني واحد لازم المعالج لازم يحترم السطره ريسبكت لا بودور اوكي. و المشكل الاخر سي كو كاين الانفلونس يعني الاثار. انا نشوف هذيك نشوف الدم تاعها ممكن انا ندوخ ونطيح
هذه وحده. الدوزيام انا واش نقول لهم في الدورات، الطبيب كيكون مع المريض نتاعو يدير له حجامه لازم عينيه فيه ودنيه يسمع واحد، علاش قادر يطيح له شي يدير. وكان عنده انا نتخايل برك انا حابه نشوف هادو يعني اللي يخدموا في جماعه، لو كان واحد يدخلهم وش يدير. اخلاقيات المهنه المريض لازم يكون في حاله يكون مرتاح مع الـ مع الـ الحجام اللي يكون يحجم له، باسكو كاين امور ما يحكيهاش قدام الناس، ماشي اي واحد يقدر يسمع الحاله تاع الانسان هذاك. لازم تكون انتيميتي، لازم هذا ضروري باش انا نحجمك انت واحد اخرى في غرفه وحده، هذه امبوسيبل. الانسان يخرج مرتاح. الناس من يحطوهم قاعدين على الكرسي ويحجموهم هذيك كانت طريقه خاطئه. الانسان لازم يكون الونجي، يكون راقد ممتد، طريقه تحطي هذيك لا بيرسون ممتده، وكي تكون بهذيك الطريقه ما تطيح لك ما تدوخ ما يصرى لها والو، ما تكون حتى مضاعفات. لابد لمن يقوم اللي راح يدير الخدمه هذه لازم يكون على باله بالحيثيات نتاع العمل الجراحي. مثلا ما تنداش الحجامه في فضاء عام ولا في بلاصه ماهيش معقمه ولا في مكان ماهوش معد بالعاميه نتاعنا، بلاصه ماهيش نظيفه. ماذا قلنا هي عمليه جراحيه لابد ان يتقيد فيها بضوابط هذا العمل. الانتشار الواسع لممارسي الحجامة جعلنا نطرح التساؤل حول مدى أهمية التكوين لممارسيها، وهل تمارس وفق الشروط الصحيحة؟ ندير الحجامة مي جوسكا بريزون ما كانش اون ايكول ولا اون يونيفرسيتي. واش هو إليا دي زانونس في الانترنت، ارواح علموكم ديروا الحجامة ومنا هكذا. سي دي فورماسيون كورت تدير، ما على باليش كيفاه يخرج الطبيب هكذا يا معجزه سمانه ثلاث ايام يولي حجاميست. كاين اقبال كبير، كاين اقبال كبير. في الاول كان اقبال يعني من غير طرف الاطباء، كاين يعني الناس خارج الميدان الطبي هما اللي كانوا يهتموا بها. مي كشفنا بلي كاين بعض التجاوزات. اوكي دونك مثلا وشنو يعني باش شوفي حتى باش ديري حجامه لازم تشخيص، يفوا دياغنوستيك. والدياغنوستيك هذا منين يجي؟ لازم يجي من واحد طبيب مختص، نقول لك ماشي طب اختصاصي، مي على الاقل طبيب. هنا مانيش نقول لك باللي اي يعني واحد ماهوش طبيب ما يقدرش يمارس الحجامه، يقدر يمارس الحجامه، لكن لازم يقرا، لازم يحوز، لازم يكتشف. وحنا شفنا بعض المعالجين ما شاء الله، فريمون ما شاء الله، ما راهمش اطباء مي ما شاء الله دخلوا في هذا الميدان هذايا وتعلموا واكتشفوا وقادرين يعني قادرين يديروا تشخيص. دونك هنا جوستمون شنو نقول، نقدر نقول باللي واحد اللي يحب الحجامه يقدر يمارسها حتى هو ماهوش طبيب، مي على الاقل يجي يدير دورات، يتعلم الطرق الصحيحه، يتعلم الطرق تاع التعقيم كيفاش يعقم. هو التكوين ثم التكوين ثم التكوين. التكوين عند ناس مختصين، عند ناس موثوقين، عند مراكز موثوقين، الحمد لله كاين بزاف في الجزائر. فتكون تعلم دوره اثنين ثلاثه قد ما تعلم اللي حالك في المجال تاعك، ثم افتح وتكل على ربي. اختلاف كبير عند ممارسة الحجامة في المنزل والعيادة، وهو ما يوضحه لنا أحد الأشخاص الذين التقيناهم في مركز متخصص في التداوي بالحجامة. حجامة أجيجل صافي 8 mois de ça. Ouais. C'est parce que je suis hyper tendu. Alors j'avais l'occasion, ils m'ont orienté عند هذا السيد، درت عنده phase une clinique c'est une maison et tout. Ouais. L'état non. Non, c'est une grande différence par rapport à celle-là. Voilà, très grande différence. Bon, la première chose, c'est l'hygiène. Moi, je suis un peu maniaque. Côté hygiène, ça a été formidable, l'hygiène. Très, surtout avec le problème de Covid, etc. et tout. Ça a été très magnifique. Même la méthode, et, comment dirais-je, la méthode, et la manière et l'art de cabinet à Saba, ça a été très, très bien. Avec des questions, il m'a préparé des questions. Je suis un halil khouf mekabil. Un halil gars. ما vraiment حسيت très 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 à l'aise pour commencer le hijama تاعو avec un très bon massage. بدات الحجامه
وفي الأخير يطمح ممارسو الحجامة إلى فتح مراكز تأهيل وتدريب رسمية وإصدار هويات لمزاولة المهنة، كما أن تقنينها أصبح مطلب أهل الطب البديل. الحجامة لا بد أن يتم تقنينها، يوضع لها قانون تكون تحت وصاية جهة معينة تتبناها وزارة الصحة أو أي هيئة واحدة أخرى، وتقننها باش نخرج من الفوضى هذه اللي راهي حاصلة، واللي نتيجتها بين الحين والآخر نسمع بوقوع بعض الأمور المخالفة التي قد تضر بصحة الإنسان وبدنه. الحجامة مش مقننة عندنا، أنا مدبية يكون عندنا منظمة أو تكون عندنا نقابة للحجامين نتلاقوا فيها نتعرفوا بها نتعرفوا على بعضنا ونأخذوا الخبرة بيناتنا.